للبطولة صور حين تزين ألوانها مواقف الرجال، فما بالك بطفل لم يتعدى الثامنة من العمر ربيعة. استطاع بشجاعة أن يفك وثاق رفيق دربه رمضان من يد خاطفيه، ذلك بالركض خلف عجلتهم المتجهة نحو بساتين أطراف بعقوبة ورميها بالحجارة، ليصبح خليل بطلا كما نعته قائد شرطة ديالى. مجموعة من المجرمين قاموا بمحاولة لخطف طفل في منطقة السادة. هذا الطفل اللي شفتوه قبل قليل هو اللي خطفوه ولفوه ببطانية وحاولوا يهربون به لجهة مجهولة، ولكن بفضل شجاعة الطفل الآخر اللي هو صديقه أو ابن عمه بدأ يصيح واستدعى القوات الأمنية، وتمكننا والحمد لله والشكر من إلقاء القبض عليهم متلبسين بجريمتهم وسيحالون للقضاء. والله هو اليوم دا أطلع للدوام وصارت الحادثة، يعني عبالي دا أروح رايح يشتري، اتصلت بي أمه قالت ورا ساعة ما موجود، خابرت النقيب معنا بالاستخبارات واتصلنا بالشرطة، طلعنا الكاميرات سألنا الناس، هو الولد صديقه اللي جاي لاحقهم قالوا صافهم هيك وهيك، فجابوا خمسة حققوا وياهم، لما شافهم الولد قال هذا شخص وهذا شخص هم اللي خطفوه. فلم تنجح محاولات هؤلاء المجرمين من التمويه ومغالطة الطفلان وهما يرويان الحادثة بتفاصيلها وكيف تفاعل رجال الشرطة لنداء الاستغاثة بلسان واثق أمام عدسات وسائل الإعلام. خطفوني لفوني بالبطانية الوسخة وخذوني هناك عشان خليل يجي عشان يقتلون بالحجارة عشان يصيح عشان يبونه ويلازمون. خطوة ركضت براهم ضربوا بالطابوقة، ركضت براهم خلصته، رحنا على الحج هذا خلصنا احنا على استخباره، جيت على الحبل ما تقصته بالقزيزة ومنخفاض معدلات حالات الخطف والجريمة المنظمة في ديالى لهذا العام، إذ لم تسجل سوى ثلاثة حوادث إلا بفضل جهود مثمرة بذلها رجال الشرطة بتفكيك العشرات من العصابات الخارجة عن القانون وإلقاء القبض على أحد المجرمين أيضا، وتم تحرير المخطوفين اللي عددهم 2 من أهل بغداد الشعب، وهذه الجريمة الثالثة خلال 6 أشهر 3 جرائم، والحمد لله والشكر تمكننا من كشفها بالكامل وإلقاء القبض على منفذها. وفي النوائب والشدائد يعرف معادن الرجال كما يقولون، فلم يرتضي خليلا لخليله رمضان أن يراه مأسورا بيد خاطفيه يوما واحدا، ضاربا بذلك أروع الأمثلة لمعاني الرجولة منذ الطفولة. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى.